رئيس الاتحاد الوطني الموريتاني لأرباب العمل وأخي العزيز زين العابدين، سيد رئيس غرفة التجارة والصناعة، سيد سفير صاحب الجلالة بنواكشوط، السيدات والسادة أيها الحضور الكريم، بداية أود بدوري وباسم الاتحاد العام لمقاولة المغرب أن أتقدم بأصدق التعازي لفخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بعائلته الصغيرة. ونحن اليوم نلتئم وكلنا حزن على هذه الفاجعة، وندعو الله عز وجل أن يلمهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيتها الإخوة، أيها الأخوات، أود كذلك أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ أن وطأت أقدامنا أرض هذا البلد المضياف، وهذه إشارة جديدة ومجددة لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية العميقة التي تجمع بلدينا وتجمع شعبينا. هذا التاريخ المشترك وكذلك المصير المشترك يفرض علينا أن نسير في اتجاه البناء القويم والسليم. علاقاتنا الحمد لله متميزة، متميزة على جميع المستويات، أحب من أحب وكره من كره، لأن كما قلت ما يجمع الإخوة والأشقاء أقوى من أي شيء يمكن أن يعرقل أو يسير في الاتجاه المعاكس، لأن لنا إرادة مشتركة وعلاقات دموية قوية قبلية وأخوية، وهذا يحتم علينا ويضع علينا مسؤولية مشتركة لكي نسير في هذا البناء، لأن هذا البناء مصيري، مصير بلدينا وشعبينا مرتبط بقدرتنا على أن نضع اليد في اليد لكي نبني تنمية مجتمعاتنا ونبني تقوية اقتصادنا خدمة لشعوبنا وخدمة للأجيال الحالية والمستقبلية. الحمد لله، الله عز وجل أنعم على هذا البلد العزيز بخيراته، وهذا يفرض مسؤولية كذلك على هذا الشعب العزيز لكي يجعل من هذه الخيرات التي أنعم الله بها عليكم أداة للتنمية والرفاهية للجميع، وأداة كذلك للبناء القويم والسليم لاقتصاد مستدام يساهم في الاستقرار الإقليمي والجهوي، ويساهم كذلك في التنمية الإقليمية والجهوية. العالم تغير،
والعالم لا يرحم، والعالم لا يرحم الضعفاء. العالم يتكلم باسم القوي، والقوي قوي بشخصيته، قوي بهويته، قوي ببنائه، قوي بقدرته على بناء أسس اقتصاد قوي ومستدام، لأن العلاقات مبنية على المصالح، والقوي لا ينظر إلى الآخر إلا من منظور المصلحة ومنظور ما يمكن أن يستفيد منه. لكن نعلم في نفس الوقت بأنه بحكم التطورات التي عاشها العالم في القرن الأخير، مفروض علينا أن نعمل يدا في يد لكي نعزز ونقوي ركائزنا ونقوي قدراتنا ونستفيد من تجاربنا المشتركة. المغرب وموريتانيا لهم مقومات، مقومات بشرية، مقومات اقتصادية، مقومات ثقافية، مقومات هوياتية. هذه المقومات يجب أن نضعها في السكة السليمة وفي الاتجاه الصحيح. نحن ننتمي إلى منطقتين جغرافيتين، المغرب العربي بالطبع، أو الاتحاد المغاربي لأنه في البعد المغاربي هناك كذلك جوانب أخرى ثقافية تنتمي إلى هذا الفضاء، وننتمي كذلك إلى العمق الغرب إفريقي. وهذا الوضع المتميز الذي نحظى به يجب أن نجعل منه أرضية، أرضية قوية لكي نشكل ويشكل محور الرباط نواكشوط، محور اقتصادي ومحور كذلك استراتيجي لكي يساهم في دينامية التنمية، وعبر دينامية التنمية عبر التجارة بالطبع، ولكن عبر الاستثمار المشترك نساهم في الاستقرار والأمن في المنطقة. لهذا أخواتي إخواني، أريد أن أؤكد لكم بأنه منذ تم تأكيد الدعوة من طرف أخي زين العابدين، ومنذ أعلننا عن زيارتنا لهذا البلد السعيد، كان هناك يعني تعبير تلقائي من كل هذا الحضور الذي جاء اليوم لكي يعبر عن أشياء مختلفة. أولاً لأن هناك شغف للقاء بكم واللقاء بإخوانهم بموريتانيا، ولأن هناك كذلك قناعة بأن مع الإخوة في موريتانيا يمكن بناء الحاضر والمستقبل، وهناك كذلك إشارة أخرى بأن هذه الإرادة يجب أن نترجمها عملياً عبر مشاريع وعبر تنمية تساهم في تقوية اقتصادياتنا. إذن هذا الحضور التلقائي وهذا التعبير التلقائي من طرف نساء ورجال أعمال المغاربة هو تعبير طبيعي، لأن من ورائه عمق تاريخي، عمق أخوي، ومن ورائه كذلك إرادة ورؤية ورغبة في هذا البناء المشترك. إذن أخواتي إخواني، نحن في محطة ومحطة تحول تاريخي قوية. هذا أول منتدى موريتاني مغربي من هذا الحجم، وهذا المنتدى من هذا الحجم وهذا الحضور المكثف وهذا التعبير القوي هو يشكل نقطة تحول وطفرة لكي نسير في اتجاه البناء الاقتصادي.
أكيد أن المغرب هو الشريك الاقتصادي لموريتانيا بالنسبة للقارة الإفريقية. الحمد لله هناك شاحنات تسير وتجيء، هناك تبادل في مبادلات في هذا الاتجاه وذاك. اليوم يجب أن ندعم هذا وأن نسير في المحطة الأخرى، وهي محطة الاستثمار المشترك، وهي محطة بناء قواعد صناعية قوية، في محطة بناء قواعد خدماتية قوية، الاستمرار في اتجاه بناء قواعد سياحية قوية. ولنا من التجارب المشتركة ومن التراكمات المشتركة ما يكفي لكي نبني هذا الطموح المشترك في الاتجاه الصحيح وفي الاتجاه السليم. لهذا سنعمل سويا لكي يكون هذا المنتدى ليس منتدى للتبادل، وأنا عندي اليقين أنه اليوم في بعد الظهيرة وفي إطار اللقاءات الثنائية سيكون هناك كثير من أفكار مشاريع أو مشاريع يمكن أن نخرج بها اليوم. لكن في نفس الوقت سأعمل مع أخي زين العبدي، وسنعمل في إطار اللجنة المشتركة التي يسهر عليها أخوينا سعيد وحمزة، على أساس أن نسير في اتجاه هيكلة هذا العمل المشترك. هيكلته قطاعياً، لأنه لنكون واقعيين في نفس الوقت لا يمكن أن نسير في اتجاه هذا الطموح لكي نبني محوراً مشتركاً في إطار شراكات قوية وبناء استثمارات وتطوير التجارة البينية فيما بيننا، ونحن لازلنا نعيش وتعيشون عراقيل ليست داخل المنطق الذي نطمح إليه. وأستغل فرصة حضور السيدة والسادة الوزراء ليقول هذه الإرادة التي عبرنا عليها وتعبرون عليها بقوة، يجب أن نستغلها ونستغل هذه الظرفية الإيجابية لكي نشتغل في اتجاه تسهيل وتوفير الإمكانيات المرتبطة سواء بالتجارة أو بالاستثمار، وهي في نفس الوقت فرصة لكي نقول هل من المنطق أن تستمر التأشيرة حاجزاً بين شعبين وبين بلدين؟ كل هذا موضوع على طاولة العمل السياسي، لكن نحن كنساء ورجال الأعمال ستجدون فينا تلك القوة الضاغطة والفاعلة بالإرادة وبالعزيمة لكي نرفع من وتيرة العمل المشترك. هل من المعقول أن لا تكون لحد اليوم هناك شبكة تواصل على المستوى الطاقي؟ هل من المعقول أن لا تكون هناك شبكة ربط على المستوى التليكوميونيكاسيون؟ إذن في نفس الوقت الذي نترجم فيه عن إرادة وعن قناعة بأننا يجب أن نمر إلى محطة جديدة بإرادة سياسية مشتركة قوية، في نفس الوقت يجب أن نكمل هذه الإشارات عبر ترجمتها في قرارات تساهم في الرفع من وتيرة هذا المسار، لأن فرص من هذا النوع ومناخ من هذا النوع يجب أن نوفره ونستغله لكي نبني الأسس. بناء الأسس يساعد
على الرفع من الوتيرة ويساعد في تسهيل كل المسارات. أخواتي إخواني، أنا بالطبع سعيد وسعيد جداً إلى جانب أخواتي وإخواني نساء ورجال الأعمال المغاربة بأن نكون ضمنكم وبين ظهرانيكم اليوم. كما قلت في البداية، لنا إرادة ولنا قناعة ولنا طموح، ومن مسؤوليتنا جميعاً، مسؤولين حكوميين وسياسيين، مسؤولين اقتصاديين واجتماعيين ومجالات أخرى، أن لا نخيب الظن. إذن هذه رسالة، في نفس الوقت مسؤولية كل واحد منا وكل واحدة منا، ولليقين بأن هذا اللقاء سيكون كما قلت طفرة جديدة في هذا المسار وعاشت العلاقات الموريتانية المغربية